السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله أقدم لكم بيتزا سريعة وسهلة جدا، تحضر دون فرن فقط في المقلاة بأبسط المكونات. تأتي رائعة جدا بعجينة طرية. تابعوا معي أحبتي إلى الأخير لتعرفوا مكوناتها وطريقة تحضيرها، ولا تنسوني من اشتراكاتكم وإعجابكم إن أعجبكم فيديو اليوم، وشكرا. بالنسبة للمقادير، سنحتاج على بركة الله إلى 250 غرام من الدقيق الأبيض. يمكن أن أخلط الدقيق الأبيض مع دقيق القمح، أيضا يأتي رائعا. ثم لدي ملعقة صغيرة من المكونات الثلاث: خميرة الخبز، الملح والسكر الخشن، ملعقة صغيرة من كل واحدة. لدي هنا كأس ماء دافئ لجمع العجين، ثم ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. على بركة الله أجمع كل المكونات. وأضيف الماء تدريجيا حتى تجمع العجين. وها هي العجين، بعد أن عجنتها جيدا أغطيها وأتركها تهدأ فقط لمدة 5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق نرش بعض الدقيق الأبيض في مكان العمل، ثم نضع العجين. أقطعه إلى قسمين، وأقوم ببسطها جيدا. بعد أن بسطتها جيدا أخذ مقلاة. اخترت هذه المقلاة الثقيلة، أضع فيها رشة فقط من الدقيق، ثم أضع فيها العجين. أقوم بثقبها جيدا حتى لا تنتفخ، ثم أبدأ بوضع الصلصة. لدي هنا صلصة بيتزا المحضرة منزليا، صلصة رائعة جدا وشهية. إن أردتم الوصفة ستجدونها في صندوق الوصف، تجدون رابطها. أضع فوقها مباشرة الجبن. بالنسبة للحشوة تبقى اختيارية، يمكنكم أن تضعوا ما تشاءون، فلفل، زيتون، كل ما تحبون. أنا اكتفيت هنا فقط بالجبن والفطر شامبينيون وعلبة من التونة. صفيتها من الزيت، أضع فوقها الفطر أو الشامبينيون، قطعته إلى قطع. ثم أضيف بعض الجبن في النهاية. أضع المقلاة على النار، ثم أشعل النار وأتركها قليلة جدا هادئة حتى لا تحترق العجين وتبقى نيئة من الداخل. أغطي عليها من الأعلى، لابد من هذه العملية. في العادة أغطي بهذا الغطاء الزجاجي، ولكن الآن لم يأتي في قياس هذه المقلاة، وأنتبه لها حتى لا تحرق. بالنسبة للعجين المتبقي قسمته إلى 6 قطع صغيرة كما ترون معي، لأن الأطفال يحبون بيتزا بحجم صغير، فضلت أن أفرحهم بهذه البيتزا الصغيرة. وضعتها في مقلاة كما ترون معي، مقلاة خفيفة، تلك التي أضع فيها العجة أومليت. قد أرش عليها بعض الزعتر الآن، وقد أتركه حتى تنضج. في كلتا الحالتين يأتي رائعا. أضعها على نار هادئة جدا، نار قليلة حتى لا تحترق، ثم طبعا أغطيها. ها هي أحبائي، بعد أن أزلت عنها الغطاء ناضجة تماما، تأتي رائعة جدا. وها هي أحبائي، البيتزا قد صارت جاهزة في وقت قصير، تأتي رائعة جدا. إذا أعجبكم فيديو اليوم لا تبخلوا علي أحبائي باشتراكاتكم وإعجابكم، والسلام عليكم.